نستغل وجودك بقى يا دكتور شويه. احنا قلنا خلاص مبادره 2 كفايه، وشرحنا باستفاضه ليه 2 كفايه ليكي ولصحتك ولصحه ابنك ولصحه جوزك ولصحه الوطن كلها يعني. بس نستغل بقى وجودك معانا في حاجه بدات تنتشر بقالها كام سنه، وفي ناس لسه مش فاهماها قوي، او ناس بتقولها انها يعني حاجه غير علميه، وناس تقول لك لا ده شيء علمي. احنا الجمهور يسمع من طبيب متخصص هو مسؤول عن الكلام ده. فكره ان انا لما اجي بقى خلاص قررت ان انا عاوزه اجيب طفل، سواء كان الاول او الثاني او بعد ما عدى 3 لـ5 سنين وخدت وقتي هجيب الثالث، هل بقى فعلا في وسائل طبيه الجا بيها عند الدكتور، وهل موجوده في المبادره ولا لا، ان انا احاول اتحكم واحدد نوع الجنين؟ تمام، خلينا نقسم السؤال لحتتين. اتفضل. احنا نقول للناس هم كفايه 2، مش عاوزين نفكر في الثالث، يعني حتى لو الطفل الثاني بقى عنده 10 سنين 15 سنه نقول للناس هم كفايه 2. طب ايه الطريقه الوحيده اللي مضمونه لتحديد جنس الجنين؟ هو الحقن المجهري. الحقن المجهري الحق دي الطريقه الوحيده العلميه. لكن فكره كلي اسماك مش حقيقيه، هو فكره مش عارفه اشربي مش عارفه مشروب منقوع البراتيش مش حقيقيه، اقول لنا انت بقى. هي الفكره في ايه؟ اثناء العلاقه الزوجيه بيطلع ملايين الحيوانات المنويه، ملايين الحيوانات المنويه، نصهم يجيبوا ولاد ونصهم بيجيبوا بنات. طب انا فكره مثلا ان انت هتاكلي حاجه فتغير الحامض بتاع الجسم، بدل ما يخلي 50% يجيبوا ولاد 50% يجيبوا بنات، بخليها مثلا 60-40، فبالتالي الفرصه قد تكون زودها سنه. بس الطريقه الوحيده العلميه هو الحقن المجاري. ليه؟ انا اثناء الحقن المجاري انت الست بتاخد منشطات، الدكتور بيختار البيضات، طلع بيضات، اخد كله بيضه نحقن فيها حيوان منوي. انت عملتي بقى قدامك طبق فيه اجنه، مثلا عندك 8 اجنه، دكتور المعمل هيفحصهم جنين جنين، دي بنت دي ولد دي بنت دي ولد، فبالتالي طب هي الست مثلا عاوزه اولاد، هترجعي الاولاد. بس يمكن حتى ترجعي الاولاد نقول بقى بره هو بيعمل تحديد جنس الجنين مش الاسباب اللي بتعملها هنا في مصر. لا ده بقى في حاجات كمان اغرب، بيقول لك بقى ممكن تحدد لون العين وجوده الشعر ونعومه البشره، يعني في دوكيومنتريز نازله في القنوات متخصصه عن كده. بيعملوا كده ليه؟ هو بره بيعملوا سبب تاني. نستغلك بقى بما ان عندنا وقت، يعني قلنا خلاص كل الحاجات المهمه الاول. نقول بره بيعملوها لسبب طبي. قد يكون في العيله دي في عيب معين جيني، الاطفال البنات بيجي لهم المرض مشكلة. ده فانا اقول لها نحمل في ولد، او عندهم في العيله الاطفال الاولاد بيجي لهم المرض ده فاقول لهم نحمل بنات. انت حقيقه في مصر زي الهيموفيليا مثلا. ايوه صح. فالامراض الوراثيه او بعض الحاجات اللي ليها علاقه بضمور العضلات في مصر يمكن اكتر سبب اللي بيتعمل تحديد جنس الجنين، عشان الناس عاوزه تجيب حقن مجهري ولا. مش حاجه تانية، حقن مجهري وزي ما قلت لك مش سمك بولتي ولا عصير قصب. شكرا جدا لوقت حضرتك وعلمك استاذ دكتور عمرو حسن، الاستاذ مساعد امراض النساء والتوليد بقصر العيني، شرفتنا ونورتنا. ويعني كان عندنا لسه اسئله كتير، بس يعني ارهقناك باسئلتنا. والله تعبناك. شكرا، شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك.